هانكوك. قطار سكاي ترين شركة زيمنز نشطة عالميا وتنفذ مشاريع عملاقة. ومنها مصنع توربينات في برلين وتدشين خط جديد للقطارات السريعة في موسكو. ومع ذلك تسود مقر المجموعة الألمانية في ميونخ أجواء من التوتر، فبعد استقالة رئيس الشركة بيتر لوشا ينتظر أن يصحح المدير الجديد جو كيزا مسار الشركة. الأهم بالنسبة إلي هو أن أحقق انطلاقة ناجحة لمهمة جديدة. يتعين على زيمنز التحديث نفسها، والمسؤولون يعتقدون أنهم يعرفون كيف أن دانيال روتا وأحمد أكار يعملان كاستشاريين، كما أن زبائنهما من المجموعات والشركات المتوسطة. أما استراتيجيتهما فتكمن في تحديث التفكير لدى الجميع، وهذا ينطبق على المدراء أيضا. إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يقوله العاملون في زيمنز عن مجلس الإدارة، فنلاحظ بطء البيروقراطية داخل المجلس، وهذا أمر مألوف لدى المجالس الإدارية الكبيرة. لكن إذا كانت هناك مشاكل دائمة، فلن يستطيع المجلس تحقيق التقدم، خاصة إذا لم تطرح الشركة ما تملكه من تكنولوجيا عالية في الأسواق. مثال على ذلك قطارات ICE التي تمت صناعتها لكن لم يرخص لها بالعمل بعد، فقد كانت هناك مشاكل كبيرة تتعلق بالكوابح وبرامج الحاسوب. زيمنز اشترت شركات تطوير وارتكبت بذلك خطأ كبيرة. لا يمكن شراء شركة ما على أمل أن تسير الأمور على ما يرام ويتم دمج المجالات الجديدة بشكل فعال. ثمة مشكلة ثانية تكمن في المجال البحري. زيمنز لا تنتج عنفات الرياح فحسب، بل منصات في عرض البحر، لكن أداة الشركة ما زالت بعيدة كل البعد عن ربطها بالشبكة الكهربائية بسبب الشروط التقنية الصعبة والجدول الزمني للمجموعة. وبذا تتكبد المجموعة خسائر بالملايين. هل بددت زيمنز طاقتها؟ كان من الأفضل ربما إنتاج منصة تلو أخرى، فبذلك يمكن التعلم من الأخطاء التي قد ترتكب وبالتالي تفادي وقوعها أثناء إنتاج المنصة الثانية. لكن المشاريع الرائدة تكون دوما مرتبطة بسوء تقدير الأمور. المشكلة الثالثة تكمن في قطاع الطاقة الشمسية الذي دخلته زيمنز في وقت متأخر. أسعار منتجات الشركات الصينية منخفضة، ما أدى إلى إفلاس شركات ألمانية كثيرة، وهذا ما اكتشفته زيمنز، لكن بعد فوات الأوان. وهكذا خسرت المجموعة الألمانية 800 مليون يورو. منتجات الطاقة الشمسية يمكن تقليدها بسهولة نسبيا، ولذا ينبغي التركيز على المنصات والابتكار في هذا المجال. فالحفاظ على التقدم في الابتكار أمر ليس سهلا لكنه ممكن. المدير القديم استقال وحل مكانه مدير آخر، وهناك جوانب إيجابية لذلك، إذ أن هناك فرصة لتحقيق بداية جديدة بقيادة كيزا الذي يحتاج إلى طاقم جيد. على الشخص الذي يترأس المجموعة الآن أن يقرب الجميع منه، إذ لا يجوز أن يبقى وحيدا في مركزه القيادي، ويجب على الآخرين الالتحاق به شيئا فشيئا لتشكيل إدارة مشتركة للمجموعة، خاصة وأن الأوضاع تزداد صعوبة بالنسبة لزيمنز في السوق العالمية وليس في آسيا فقط.